السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا في مادة الباور سيستم Transmission Line Parameters. ده الشابتر اللي هنتكلم عليه الأولاني. Transmission Line Parameters يعني لما أجي أعمل Modeling. كلمة Modeling يعني أحول الفيزيكال سيستم اللي هو Transmission System أو الشبكة كلها إلى مجموعة من المعادلات، مجموعة من الرموز، الكلام ده كله. فالترانسميشن لاين ممكن تلاقي مثلا الترانسميشن لاين دوت ممكن نمثله بريزيستنس واندكتنس، وما بينه وما بين الارض مثلا في كاباستنس اند سو اون. فلقوا ان الترانسميشن لاين بارامترز هم اربعه بارامترز. اول حاجه الريزيستنس او المقاومه بتاعه الترانسميشن لاين. الحاجه الثانيه هي الاندكتنس اللي هي ال بتاعتنا، يبقى الريزيستنس وفي اندكتنس. والحاجه رقم 3 هي الكاباستنس، والحاجه رقم 4 هي الكوندكتنس، شانت ريزيستنس بنسميها باسم جي او كوندكتنس. ريزيستنس لو انت مسكت الترانسميشن لاين مثلا وقلت لي والله لو بدنا نتكلم على ريزيستنس، فالريزيستنس ممكن امسك الريزيستيفيتي في اللينس مقسوم على الكروس سكشن اريا. يعني لو عايز اعرف مثلا من القاهره لاسوان مثلا المقاومه كام، هتلاقي غالبا يعني ممكن تكون متخيلها رقم كبير جدا، هي في حدود 5 اوم. انا بتكلم على مقاومه الترانسميشن لاين نفسه. جابوها ازاي؟ الرو بتاعت مثلا النحاس بتبقى في حدود 1.77 في 10 اس ناقص 8 اوم متر. ده طبعا عند 20 درجه سليزيوس، وبيوريتي او نسبه الشوائب 3%، يعني النحاس ده نقي بنسبه 97% او اكتر. تقريبا بيكون دي الريزستيفيتي بتاعته. هتيجي تقول لي ده المسافه بالكيلو متر، يا سيدي 500 كيلو، يعني 500 في 10 اس 5 برضه ستيل عندك في الباسط 10 اس ناقص 8، فلما اضربهم في بعض يدينا في الباسط 10 اس ناقص 3. فعشان كده الريزستنس قليل جدا. وان كان براكتيكال الريزستنس ديت هي الار دي سي، يعني ديت هي الدي سي ريزستنس مش الاي سي. طب لو انا عايز احسب الاي سي وايه الفرق بين الاي سي والدي سي، الار اي سي دائما ابدا بتبقى اكبر من الار دي سي نتيجة ظاهرة بنسميها أو معروفة جدا باسم السكان افكت. إيه السكان افكت دوت؟ التيار في الدي سي بيمشي في الكوندكتور كله، يعني أنا لو عندي كوندكتور أهو نفس الكروس سكشن أريا ونفس الطول، نفس الكروس سكشن أريا ونفس الطول، لكن هنا اللي ماشي دي سي وهنا اللي ماشي أي سي. اللي هيحصل إن المجال اللي هنا، المجال اللي هنا هيبقى دي سي. عرفتها إزاي؟ فاكرين قانون أمبير اللي بيقول لي تكامل اتش دوت دي ال بيساوي أي انكلوزد. فاذا كان اي انكلوزد عن اتش، لو انت خدت اي مسار دائري، يعني اتش مثلا تبقى مضروبه في، لو خدت مسار امبير عباره عن دايره يبقى اتش وطول المسار مثلا 2 باي ار بيساوي اي انكلوزد. لو التيار دوت دي سي، يعني مثلا مكتوب 10 امبير، هيطلع لك ان الاتش بتساوي مثلا 10 على ال، وليكن بره الكوندكتور 10 سي مثلا على 2 باي ار. هل ده فانكشن في التايم؟ لا، فانكشن في الديستنس معاك، يعني كل ما تبعد عن الكوندكتور كل ما المجال يقل، لكن هو ثابت مع الزمن ما بيتغيرش مع الزمن. تيجي تقول لي ده الاتش مش الفلكس، ما هو الاتش لو انت ضربت الكلام ده في ميو هيدينا البي، لان البي بتساوي ميو في الاتش، يعني هيطلع لك 10 مثلا في ميو على 2 باي ار ثابت في الزمن، ودي مجرد الفلكس بيساوي تكامل بي دوت دي اس. اذا لو التيار ثابت هيبقى ده بالنسبه للزمن، هيبقى ده ثابت بالنسبه للزمن، هيبقى البي ثابت بالنسبه للزمن، وبالتالي الفلكس اللي هيتولد ثابت بالنسبه للزمن. بينما مثلا لو تخيلنا ان هو 10 ساين اوميجا تي ساينوسويدال في حاله الاي سي، اذا المجال هيبقى 10 ساين اوميجا تي، يبقى مش بس بتغير مع المسافه لا وبتغير مع الزمن كمان، وبالتالي البي هتبقى مضروبه هنا ساين اوميجا تي وديت هيبقى فيها ساين اوميجا تي. اذا لو التيار دي سي، لو التيار دي سي فالمجال اللي هيتولد دي سي، ولو التيار اي سي المجال اللي هيتولد في الكوندكتور اي سي. طب ايه المشكله؟ المشكله لو انت جيت خدت مسار امبير كده بعينيك، قانون انا اسف دايره كده بالمنظر دوت، وطبقت عليها قانون فاراداي اللي بيقول ان الفولت بيساوي ان دي فاي اي باي دي تي او ماينس ان دي فاي باي دي تي. الماينس دي بتاع قاعده اسمها لينز. ايه اللي هيحصل؟ دي فاي باي دي تي في الحاله ديت بكام؟ بما ان التيار تاني، بما ان التيار دي سي، اذا الاتش دي سي، البي دي سي، الفلكس هيصبح دي سي، وبالتالي الدي سي لما فضله بالنسبه للزمن يطلع لي ان الفولتج هنا بصفر، يعني مفيش اي فولتين، اي دايره تخيلها مفيش اي فولتين، وبالتالي الكرنت ابن حلال هيمشي في الدايره كلها، يعني هيتوزع بانتظام، اللي هي بيسموها الكرنت دينستي جي. جي اللي هي الاي مقسومه على الاريا اللي هي اي على مثلا باي ار سكويرد. بينما في حاله الاي سي هتحصل كارثه. ايه هي؟ الدايره اللي سبتك خدها بعينيك ديت في فولت هيتكون عليها، ليه؟ لان الفولت بيساوي ان دي فاي باي دي تي.
طب لما يتكون عليها فلكس باي دي تي التيار اي سي يبقى الاتش اي سي البي الفلكس دينستي اي سي وبالتالي الفاي اي سي اذا ات هاز ا فاليو ليها قيمه الان ولكن بواحد في الدائره دي وبالتالي هيتولد فولت فيمشي كارنت. طب لو سالتك سؤال الكارنت اللي هيمشي هيلف في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده؟ يعني هيلف في الاتجاه ده ولا هيلف في العكس؟ هنلاقيه براكتيكال هيلف في الاتجاه الاولاني ده. طب ليه ما لفش في الاتجاه ده؟ هيلف في الاتجاه ده بحيث هو نفسه يولد مجال يكنسل المجال الاصلي اللي هي قاعده لينز اللي هي شعره لينز. يعني هيمشي دي بيسموها الاي دي كارنس التيارات الدوميه الاي دي كارنس. لانك لو تخيلت اي مسار هتلاقي دايما فيه هيمشي فيه تيار وبالتالي هيكنسل المجال الاصلي. فلما يكنسل المجال الاصلي التيار غصب عنه وهو جاي يروح سايب السنتر ويمشي على الاطراف. يسيب السنتر ويمشي على الاطراف. دي اللي بيسموها ظاهره التسطح او السكين افكت. ده مش معناها ان الكوندكتور هيسيب مثلا هيسيب الاناس في التيار هيسيب الكوندكتور يمشي على العزل. لا طبعا هو هيمشي في اخر طبقه او هيتركز معظمه في اخر طبقه في الكوندكتور نفسه، لكن الكور بتاع الكوندكتور بيكون فاضي. وده بيخلي بعض السيستمز يستخدموا ما يعرف باسم بعضهم بيستخدموا الهولو كوندكتور اللي هو يقول لك خلاص ما دام اللي في النص ده ملوش لازمه خلاص نستخدم هولو كوندكتور اللي هو الكوندكتورز المجوفه. لان في الاخر انا عارف ان الكرنت انا بني الاي سي فانا عارف ان الكرنت مش هيمشي في السنتر وبالتالي هيمشي على الاطراف. فهنا هيمشي زي ما قلت لك هيبتدي يسيب. يعني ايه؟ يعني في الاي سي هنا في الدي سي الكرنت بيمشي في الاريا كلها. بينما في الاي سي لا الكرنت بتركز في كروس سكشن اريا صغيره جدا اسمها بنتريشن ديبث. وبالتالي الرو في ال نفس الرو بتاعت الاي سي هي اللي هيقابلها في الدي سي، نفس ال هي هي. لكن الاريا هنا الاريا والاريا هنا في الدي سي اكبر من الاريا الافكتيف في الاي سي. لما المقام هنا يقل في حاله الاي سي الاريا هنا اقل في حاله الاي سي. يعني ار اهي نفس الرو في ال على الاريا بتاعت الاي سي بينما الار ديت نفس الرو في ال على الاريا بتاعت الدي سي. المقام هنا اكبر من ده وبالتالي هيبقى البسط اقل. يعني هنا هتبقى المحصله ان المقاومه دي تبقى اعلى لان انت هنا صغرت المقام اللي هي الاريا وبالتالي هنا الار اي سي اكبر من الار دي سي. وبالمناسبه في حاجه بيسموها السكين افكت ريشيو او ساعات بيسموها سكين افكت فاكتور. دي بتساوي الار اي سي على الار دي سي ودايما اكبر من الواحد، دائما اكبر من الواحد. في حدود كام عند 50 هرتز؟ في حدود 7%. يعني تقريبا ار اي سي تقريبا ب 1.05 الى 1.07 من الار دي سي. لو عايز تحسبها اكزاكت ممكن نحسبها من خلال الباور لوسز. انت عارف ان اللوسز كلها هتروح في مين؟ في ريزيستنس. فاقدر اقول ان الباور لوسز في 3 فيس سيستم بتاعي 3 اي لاين سكويرد في الار اي سي. عندي الباور لوسز اقدر اقيسها او احسبها والاي لاين اقدر اقيسه اقدر احسب منها الار اي سي بتاع الترانسميشن لاين او احسبها كدي سي فاليو وازود عليها تقريبا في حدود 5%. ده بالنسبه للريزيستنس. كمان الريزيستنس انت ليه قلت لي عندي 20 درجه سليزيوس؟ لان الريزيستنس براكتيكال بتعتمد على الانظار البشره بس، تعتمد على التمبريتشر وبالتالي بتغير التمبريتشر هتتغير قيمه الريزيستنس، بتغير التمبريتشر هتتغير قيمه الريزيستنس. انا مش لاقي البشاوره. كمان الريزيستنس هتتغير بتغير زي ما قلنا التمبريتشر. لو جيت راسمها لو انت فاكر كان يقول لك ان الريزيستنس شكلها بالمنظر دوت. كان الريزيستنس عند اي تيتا يعني عند اي تمبريتشر تساوي ار نود مضروبه في او ممكن نسميها سيتا نود او تي وهنا تي نود على حسب ما انت بتسميها في 1 زائد الفا اللي هو بيسموها ريزيستيف تمبريتشر كوفيشنت مضروب في الثيتا او التمبريتشر ناقص الثيتا نود. يعني شكل الريزيستنس مع التمبريتشر بيكون بالمنظر دوت، معادله خط مستقيم بالشكل دوت. وبالتالي هنا في علاقه لو انت حبيت تجيب مثلا ريزيستنس بدلات ريزيستنس ممكن لو سميت ديت تي 1 ودي تي 2 ودي بسليزيوس بالمناسبه وحبيت اجيب عندي ار 1 واحسب ار 2 فار 2 على ار 1 بتساوي كونستانت زائد هنا تي 2 وهنا نفس الكونستانت زائد تي 1.
ده صراحه الكونستنت دوت بيعتمد على الترانسميشن لاين نفسه عباره عن ايه. زي مثلا في الومنيوم كوندكتور ستيل رينفورسد، ده مشهور جدا هنا في مصر، بيكون عباره عن كوندكتور من الالومنيوم طبعا ستراندد، وفي النص بنحط ستيل، في النص بنحط ستيل، يعني في النص هنا بيكون عباره عن ستيل. هتيجي تقول لي طب ما الستيل ده هيأثر في، هو في الاخر عارف ان التيار هيمشي هنا وهيسيب اللي في النص، فيا اما يسيبه هولو كوندكتور في حاله الكبر مثلا ولا حاجه ويستخدم تبريد، يعمل لها تبريد من خلال دوت، او لو الومنيوم ضعيفه في ساعات بيحط لها ستيل رينفورسد، يعني بيدعمه بالستيل. يعني ده الومنيوم كوندكتور ستيل رينفورسد، الومنيوم كوندكتور ستيل، الاسم اختصار لكلمه ستيل، وطبعا رينفورسد يعني مدعم بالستيل. كان اشهرهم 24/7، يعني تحس ان هي 24 ساعه 7 ايام، لا هو دي معناها 24 كوندكتور من الالومنيوم ومدعم بسبعه من الستيل. الرقم ده بيكون في حدود 228، يعني ده خاص بنوع الكوندكتور، ده مثلا بيبقى 228، التي اللي في البسط او في المقام ده بيكون 228، يعني تقدر تقول ار 2 بتساوي، لان طبعا الاسلوب هيختلف من معدن او من كوندكتور لكوندكتور، فالكونستنت دوت بيختلف على حسب الكوندكتور بتاع سيادتك. ده اللي احنا ممكن نتكلم عليه في حاله الريزيستنس. طبعا الكاباستنس هنعمل لها فيديو لوحدها. الكوندكتنس صراحه مينلي بنهملها، يعني في معظم الكيسز بنهمل الكوندكتنس، لان الكوندكتنس ديت هي المقاومه، الشنط المقاومه بتاعت الانسوليتور. يعني مثلا لو انت حاطط كده ادي ترانسميشن لاين بالمنظر ده، ادي العوازل، فما بين النقطه دي والارض في مقاومه الار بتاعت الانسوليتور، وما بين الترانسميشن لاين والترانسميشن لاين في، انا ما بتكلمش على الكاباستنس، انا بتكلم على المقاومه نفسها، في مقاومه بتاعت الهواء. المقاومه دي بتبقى بالجيجا اوم، مقاومه كبيره جدا. المقاومه دي نفس الكلام بتبقى بالجيجا اوم. فمينلي معظم الدراسات بتهمل ما يعرف باسم الكوندكتنس، اللي هي الشنط ريزيستنس في الموديل بتاع الترانسميشن لاين. يعني بنكتفي فقط ان الترانسميشن لاين ما هو الا ريزيستنس كويل وكاباستنس، هتحط في الاول، هتحط في الاخر، هتحط في النص، ده اللي احنا نعرفه ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. طيب اتكلمنا على الريزيستنس، يمكن اهم معلومه ازاي نحسب الار دي سي ونزود عليها مثلا من 2 الى 7% في المتوسط في حدود 5% علشان نجيب الار اي سي. طيب الاندكتنس، ازاي احسب الاندكتنس؟ الجزئيه دي للاسف معتمده على حته فيلد شويه، فهنبدا بالبيزكس بتاعت الفيلد اللي هو قانون امبير وازاي احسب الاندكتنس. الاندكتنس صراحه بتحسب بطريقتين، عشان تحسب اي اندكتنس الاندكتنس ليها سكتين او طريقين في القانون. الفولت في الملف انا عارف ان هو ال دي اي باي دي تي، ومن قانون فاراداي ان دي فاي باي دي تي. يعني ضروري هنا لو كملت التو سايدز دولت ان ال في الاي بتساوي ال ان في الفاي، يعني الاندكتنس هي ال ان في الفاي مقسومه على الاي، او ساعات بنسميها الفلكس لينكج مقسومه على الاي. يبقى اول ديفينيشن عشان تحسب اندكتنس هي الفلكس لينكج، اللي هي عدد الملفات اللي غالبا في الترانسميشن لاين بيكون واحد مقسومه على الاي، يبقى ان فاي مقسومه على الاي، ده الفلكس لينكج. في قانون تاني وهحاول ان انا استخدم القانونين، الماجنتيك انرجي من قوانين الفيلد كانت بتساوي تكامل اتش دوت بي دلتا الفوليوم، وفي نفس الوقت دي بتساوي نص ال اي سكوير، الانرجي ستورد في الملف من السيركتس او من قوانين السيركتس هي نص في ال ال في الاي سكوير، وبتساوي نص تكامل اتش دوت بي دلتا الفوليوم، دي دلتا الفوليوم. فممكن احسب الانرجي ستورد، الماجنتيك انرجي ستورد اللي هتتخزن جوه الكوندكتور، واسويها بنص ال اي سكوير. ده حل تاني. طيب ازاي احسب الاندكتنس؟ ازاي احسب الاندكتنس؟ اول حاجه هنتكلم على الانترنال اندكتنس. بالنسبه للترانسميشن لاين اول حاجه الانترنال اندكتنس، اللي هي الاندكتنس الداخليه للكوندكتور، هيبقى نتيجه نفسه. وطبعا اول ما هيكون في كوندكتور، لان احنا ما عندناش حاجه اسمها كوندكتور لوحده، حتى لو سنجل فيز هيبقى عندي جو وريتيرن، لو ثري فيز هيبقى عندي ثلاث فازات، اكتر من كده او بولي فيز هيبقى عندي اكتر من كوندكتور. لكن لو بتكلم على السيلف اندكتنس، بيسموها سيلف اندكتنس او انترنال اندكتنس، يا ترى بكام؟ حبيت اجيب المجال، او عايز اجيب المجال، لو افترضت ان الكرنت اللي ماشي هنا اي، وعايز اجيب المجال جوه الكوندكتور مش بره. بالمناسبه لو انت حبيت تجيب القانون امبير، ادي الكوندكتور اهو،
ماشي في ار وحبيت تجيب المجال بره خد دايره امبير، هتيجي تقول لي والله تكامل اتش دوت دي ال، انا بتكلم هنا اوتسايد بره الكوندكتور اوتسايد. يعني مثلا لو انا افترضت ان الريدس هنا اسمه ار كابيتال، الريدس هنا اسمه ار كابيتال، فالار اللي انت هتاخدها بتاع دايره امبير اكبر من ار كابيتال. الاتش اوتسايد تكامل اتش دوت دي ال بيساوي اي انكلوز التار اللي انت حوطته. ايه التار اللي انا حوطته؟ اللي حوطته هو التار كله، يعني ده هيساوي اي. الاتش طول المسار بتاع امبير عباره عن محيط دايره هيبقى 2 باي ار، يعني يطلع لي ان الاتش بتساوي اي على 2 باي ار. طبعا بالفيزيكال ميننج او بالحاجات الاكسبيرينس كان في اتجاه اليو فاي، يعني بيلف حوالين الكوندكتور. ده بالنسبه للمجال بره الكوندكتور. خلي بالك كل ما هتبعد بره الكوندكتور كل ما هتلاقي ان الار هتزيد وبالتالي المجال هيقل. يعني تخيل ادي الكوندكتور اعلى مجال مغناطيسي جنبيه، كل ما تبعد الطبيعي لو واحد قاعد بعديه على بعد 2 كيلو اكيد مش هيتاثر بالمجال، لان الار كل ما هتزيد المجال هينزل بصفر. لكن لو حبيت احسب الاندكتنس او المجال جوه، لو حبيت احسب الاندكتنس جواه هحسبها ازاي؟ هقول والله لو الار هنا اقل من ار كابيتال، يعني هنا بتتكلم انسايد الكوندكتور، فتكامل اتش دوت دي ال برضو اي انكلوزد. الحته هنا انت ما حجزتش التيار كله، في الحته دي انت حجزت جزء من التيار، يعني لما تاخد مسافه اسمها ار سمول المسافه دي انت هنا ما حوطتش الاي كله، حوطت جزء من التيار. فهل جواب والله ده عباره عن جي دوت دي اس، يعني هضرب الجي في الاريا بس. الجي بتاعنا اهو، والاريا لو انا افترضت ان الار بتاعتي اسمها ار سمول فهتبقى باي ار سكوير. ده كالعاده هيبقى اتش مضروب كام؟ 2 باي ار. الجي ما تنساش هو الكرنت مقسوم على الاريا كلها. لما اقسم الكرنت على الكروس سكشن اريا اللي هي كلها المحصله كلها بيديني حاجه اسمها الكرنت دينستي جي، فالجي بتساوي اي على باي ار سكوير. ايه اللي هيحصل هنا؟ ممكن اكنسل دي مع الار، يبقى عندك الاتش هيساوي كام بقى؟ اي على باي ار سكوير زي ما هي اللي هي الجي، اي على باي ار سكوير مضروبه في باي ار، ممكن نكنسل الباي دي بالمره مع الباي، في هنا 2 نقسم عليها يبقى هنا في 2 ومضروبه في ار. ده المجال داخل الكوندكتور، داخل الكوندكتور، وطبعا بيلف في اتجاه اليو فاي، وبالتالي هنا اي في ار. خلي بالك هنا بقى المجال كل ما الار هتزيد هيزيد. ليه؟ لان لو الار بصفر، لو انت خدت دايره امبير عند السنتر يعني الار بتاعها هتندس تو زيرو، هل انت حصرت اي تيار هنا؟ لا، وبالتالي المجال في السنتر بالظبط بصفر. كل ما انت بتقعد تزود دايره امبير، زود دايره امبير يعني عمال تحوط تيار اكتر تيار اكتر تيار اكتر تيار اكتر، فهتلاقي المجال هنا المره دي بيزيد. يعني لو جيت رسمتها ادي المجال، طبعا دي مش مقرر عليك الحته ديت، المجال دوت مع الريديوس ار هلاقيه طبعا الار كابيتال دي ثابته 2 باي والاي دول ثوابت، يعني الاتش بيتناسب مع الار فيقعد يزيد لحد الار سمول دي ما توصل الار كابيتال. خلاص انت طول ما انت عمال تزود في الدايره دي لحد ما تيجي هنا عند الار سمول بقت ار كابيتال بالظبط، هتيجي تزود بعدها بقت اوت سايد. وخلي بالك في هنا حاجه اسمها الكونتينيوتي، ايه هي؟ اللي هي عند ار ايكوال ار، النقطه دي على السطح هنا ممكن نعتبرها انسايد وممكن نعتبرها اوتسايد. لو اوتسايد هيبقى كام؟ اي على 2 باي ار كابيتال، ولو انسايد هتبقى اي على 2 باي ار سكويرد، فار كابيتال برضه هتبقى اي على 2 باي ار كابيتال. يعني هنا قيمه المجال هيبقى اي على 2 باي ار كابيتال، سواء حسبتها من الاوتسايد سواء حسبتها من الانسايد في المنظر. طب براها يبدا يقل، طبعا هنا الاتش بيتناسب مع 1 على ار، بينما هنا الاتش بيتناسب مع الار. انت حسبت المجال ليه؟ والله انا حسبت المجال، انا هدفي احسب ما يعرف باسم الانترنال او السيلف اندكتنس، الانترنال او السيلف اندكتنس. تعالى كده نحسبها اهو، ده المجال جوه، ده المجال انسايد. ممكن نحسب القانون دوت، نجرب مثلا ديت، وممكن بعد كده نكمل بالفلكس لينكج على اي، يعني باي طريقه وليكن بدي نص الاتش اهو، اي ار مقسوم على 2 باي ار سكويرد، هضربها في البي، البي هي نفسها الاتش بس هنزود عليها ميو، يعني هتبقى ميو في اي في ار على 2 باي ار سكويرد. لو فاكرين دلتا الفوليوم للاسطوانه كان عباره عن، دلتا الفوليوم في الاسطوانه كان عباره عن دي ار دي فاي دي زد، ار دي ار دي فاي دي زد.
دلتا الفوليوم في السلندريكال كوردينيتس او المحاور السلندريكال كان ار دي ار دي فاي دي زد. حاجه كامل هقول دي نص ميو اي سكويرد على 2 باي ار سكويرد الكل تربيع. انا بحاول اطلع الثوابت، يبقى لي ار في ار في ار، ار تكعيب دلتا الار دلتا الفاي دلتا زد. ده بالنسبه لي هو الانرجي، يعني هتساوي النص تنزل زي ما هي وهنطلع الكلام ده كله بره. بالنسبه للزد هناخد يونت لينس، يعني احنا هنحسبها هنا بير يونت لينس، يعني هفترض ان طول الكونداكتور 1 متر. هتيجي تقول لي طب لو عندي 1000 اللي يطلع لك مضروبه في 1000، عندي 100 كيلو اللي يطلع لك مضروبه في 100000. يبقى افترض الزد اللي حدودها من 0 ل 1 فهتطلع ب 1. الزد لو حبيت تحط حدود تكامل فالزد من 0 ل 1 فمش هتفرق معايا. الفاي عشان اخد الدايره كلها من 0 الى 2 باي، ده بالنسبه للفاي. اما الار عشان اجيب السيلف اللي جواه فهكمل من 0 لحد ار كابيتال، فيطلع لي هنا ده هيساوي نص الميو اي سكويرد على 4 باي سكويرد ار اس 4، تكامل الزد بواحد، تكامل الفاي ب 2 باي، تكامل ار تكعيب ب ار اس 4 على 4. مره طبعا صفر المفترض كنت اكتبها ار سمول، المفترض اهي عشان بس ما حدش يزعل، واحطها مره صفر ومره ار كابيتال. هنشيل دي ونحطها ار كابيتال وبعد كده صفر، هيطلع لي على طول ار كابيتال اس 4. طلعت بكام بقى الاندكتنس ديت؟ هيطلع لي بتساوي الورك الماجنتيك هيساوي نص ميو اي سكويرد على الار اس 4 تربع الار اس 4، وممكن نكنسل كمان بالمره الباي دي مع التربيع، والاثنين دي مثلا مع الاربعه دي تبقى لي 2. فهتلاقي ان البسط كله اتبقى في المقام، في البسط بس ميو اي سكويرد اهي، المقام فيه نص وفيه 2 و4 يبقى على 8 باي. الورك ماجنتيك من السيركتس المفترض بتساوي ال، ال دي هنسميها ال سيلف او ال انترنال مضروبه في اي سكويرد، هساوي الانرجي ستورد من السيركت نص ال اي سكويرد. هنكنسل اي سكويرد من هنا مع اي سكويرد، هنكنسل النص مع النص، يطلع لي ان ال انترنال او ال سيلف ودي حفظ بميو على 8 باي. وديت اول حاجه لازم تحفظها. تقول لي الاثبات، مش هسالك في الاثبات، يعني كل الهدف هنا من المحاضره ديت او من الجزئيه ديت كلها انك في الاخر تقول لي والله الانترنال اندكتنس او السيلف اندكتنس ما هي الا ميو على 8 باي. بما ان الميو لو انت بتتكلم مثلا على المعدن اللي احنا بنتكلم عليه المره دي، مش بنتكلم الكوندكتور بتاعنا عباره عن كبر، فميو الكبر هي المفترض ميو نوت تقريبا ميو نوت. ايه ده مش المفترض ميو نوت في ميو ار؟ ميو ار للنحاس بواحد، ميو ار للنحاس بواحد زي الهواء ما بتمغنطش، وبالتالي هنا الميو بتاعت الكبر هي ميو نود. فانت لو جيت هنا شلت الميو ديت وحطيتها ميو نود، هتلاقي ان السيلف اندكتنس، السيلف اندكتنس هتساوي ميو نود على 8 باي. على فكره الميو نود ب 4 باي في 10 اس ناقص 7، لما تقسمها على 8 باي تطلع نص في 10 اس ناقص 7. والوحده هنا ليه برمتر، مش معنى برمتر لان احنا اوريدي خدنا في الزد، لو فاكر خدنا حدود الزد من 0 الى 1، يعني كملنا من 0 الى 1، وبالتالي يبقى السيلف اندكتنس بتاعتنا نص في 10 اس ناقص 7. انا صراحه انا افضل تحفظها كده، وطبعا وحدتها هنري بير متر. يبقى ديت هي السيلف اندكتنس. لسه هجيب لها الموتشوال اندكتنس اللي هي التاثير ما بينها وما بين الكوندكتورز الثانيه، وفي الاخر اقدر اجيب التوتال اندكتنس للكوندكتور بتاعي. هنكتفي الجزء دوت عن يبقى عرفنا ازاي نجيب الريزيستنس وازاي نجيب السيلف اندكتنس، هنكمل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.